منذ اندلاع الأزمة في الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد وخروج تظاهرات حاشدة في العديد من المدن الأمريكية، شهدت الساحة السياسية سجالاً بين المرشحين إلى رئاسة البيت الأبيض، الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، سعيا خلالها إلى استثمار حالة الغليان الشعبي لمحاولة كسب التأييد الشعبي وتوسيع القاعدة الجماهيرية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. لا تزال حادثة مقتل جورج فلويد شبح يخيم على الولايات المتحدة الأمريكية. البلاد تنغمس في موجة عنف، تفجر الوضع والغليان الذي يشهده الشارع ربما يفرضان نفسيهما على المستقبل السياسي للبلاد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى من خلال هذه الاحتجاجات إلى كسب التأييد الشعبي وتعبئة قاعدته الجماهيرية وتصفية حساباته مع منافسه في الحزب الديمقراطي جو بايدن. فلم ينفك ترامب عن صوغ تغريدة تلو الأخرى منتقداً بايدن، فيتهم الديمقراطيين بسوء تطبيق القانون تارة ويتهمهم بالتآمر مع مثيري الشغب تارة أخرى. ولجأ ترامب لاستقطاب الناخبين عبر الدين وتحديداً بين المسيحيين الكاثوليك عندما رفع الإنجيل في كنيسة سان جون، وهو أمر انتقده معارضوه. أما بايدن المرشح الديمقراطي المحتمل فهو الآخر حاول الاستفادة من مجريات ما يحدث، فلجأ كمنافسه إلى تويتر، إذ انتقد توجه ترامب استخدام الجيش ضد الشعب الأمريكي ودعا إلى ضرورة إيجاد قيادة حقيقية. ليأتي شقيق القتيل فلويد فيكشف بعض المستور. الاتصال الذي أجراه ترامب معه كان خاطفاً، وبدا وكأنه غير مهتم لسماع ما يريده، يقول فيلينويس فلويد. فما كان منه إلا أن طلب من بايدن إنصاف أخيه المقتول وأن ينزل القصاص بالشرطة التي نفذت بحق أخيه إعداماً في وضح النهار. ويبقى التساؤل الذي يطرح نفسه بشدة في هذه الأوقات، إذا كانت هذه الاحتجاجات قد خلقت هذه التجاذبات والمشادات السياسية، فماذا ستترك من آثار على الواقع الاقتصادي في الولايات المتحدة؟ خبراء اعتبروا أن الشارع الأمريكي طفح به الكيل، هو ما زال يدفع فاتورة باهظة بسبب تداعيات كورونا. 22 مليون أمريكي فقدوا وظائفهم وطالبوا بإعانات حكومية، والاقتصاد الأمريكي برمته يقف أمام هوة قد تكون الأسوأ له منذ عقود. أرحب بضيفينا من واشنطن الباحث السياسي والاستراتيجي كاظم الوائلي، كما نرحب بالكاتب والمحلل السياسي أيضا إيهاب عباس. أهلا بكما. أبدأ معك أولا سيد كاظم الوائلي، الولايات المتحدة شهدت سابقا العديد من التظاهرات والاحتجاجات المماثلة، ما الذي يجعل احتجاجات هذه المرة مصحوبة بكل هذا العنف؟ نعم، مساء الخير فضيلة ومساء الخير على إيهاب. لأنه هنالك حنق وهنالك ضغط، يعني ضغط شعبي وضغط حتى نفسي من جراء جائحة كورونا، يعني هنالك ضغط على هذا الناس. ولكن ترى هذه الاضطرابات وهذا العنف، يعني واجهت المظاهرات 1992 في لوس أنجلوس، كان هنالك 55 قتيلا و12 ألف من ألقى القبض عليهم و2200 جريح. إذن هي كل التظاهرات وكل المظاهرات تتواجه بهذا العنف، ولكن هذه المرة هنالك حملات انتخابية وموسم انتخابي، فاستغل هذه المسألة وكذلك تغريدات السيد ترامب التي أيضا تؤجج من الوضع الشعبي وتزيد الحنق الشعبي على الحكومة الأمريكية وعلى الشرطة، وكذلك هو التصوير الدرامي إلى مقتل السيد جورج فلويد والشرطي، ويعني طريقة مقتله لو كان رمي برصاصة لما كان هذا الحنق وهذه المظاهرات. إذن هنالك عملية درامية وهنالك أيضا منظمات تؤجج الوضع في أمريكا، وهنالك صحف وهنالك يعني جمعيات تؤجج الوضع، يعني نحن نعرف السيفل رايت ونحن نعرف حتى البيض العنصريين، وحتى هنالك تدخلات خارجية من خلال السوشيال ميديا لتأجيج الوضع. طيب اسمح لي أذهب إلى السيد إيهاب عباس، يعني انطلاقا مما قلت سيد كاظم الوائلي، هل تعتقد سيد إيهاب عباس بأن ترامب تمادى كثيرا في
إشعال نار الفتنة وفي تأجيج ما حدث. يعني هناك العديد من الانتقادات لترامب بسبب سوء إدارته لأزمة التظاهرات كما حدث مع أزمة كورونا. أستاذ كاظم وتحياتي لكل المشاهدين والمتابعين. طبعا يعني تصرفات الرئيس دونالد ترامب خلال الأشهر الخمسة الماضية هي تصرفات رئيس فيما يبدو غير مسؤول بشكل كبير. للأسف منذ بداية أزمة كورونا وهناك احتقان داخل المجتمع الأمريكي كبير جدا تجاه الحكومة وتجاه الرئيس تحديدا. وعندما تأتي مثل هذه الأحداث الأخيرة، مقتل السيد فلويد وقبله مقتل أحمد أربري والسيدة بريانا التي قتلت في منزلها وهي تلعب فيديو جيمز على يد شرطين أمريكيين أبيض، هذا التسلسل السريع جدا لهذه الأحداث هو الذي أدى إلى ما نحن فيه الآن. لم تكن لتفرق إذا قتل الرجل بالرصاص أو جثى الشرطي على رقبته لمدة 9 دقائق ومن ثم يحصل على تهمة قتل غير عمد. هذه الأمور هي التي أججت المجتمع الأمريكي. بالإضافة طبعا فضيلة، ولكن ألا تعتقد سيد إيهاب عباس بأن العنف الذي حدث هذه المرة مبالغ فيه وأيضا يفسد أساسا من مطالب يعني المساواة وإعطاء الحق للسود الأمريكيين؟ طيب، هناك أمر مهم جدا فضيلة حتى نعرف تركيبة المجتمع الأمريكي، خاصة المجتمع الأمريكي الأسود، وكيف يفكر وكيف يشعر بالأحداث. المجتمع الأمريكي من أصول أفريقية إلى الآن ومنذ مئات السنين عندما وطأت أقدامهم هذه الأرض لم يشعروا يوما واحدا بأنهم متساوون مع العنصر الأبيض أو مع بقية العناصر الأخرى في المجتمع الأمريكي. بالإضافة إلى أن المجتمعات التي يعيشون فيها تشبه الجيتوس، تشبه المجتمعات المغلقة، هم لديهم فرص تعليم أقل، فرص تأمين صحي أقل، فرص تعاطي مع المجتمع أقل في كافة المجالات والتوظيف إلى آخره، وبالتالي هناك احتقان كبير لدى هؤلاء. فعندما يخرج البوليس للسيطرة على مثل هذه المظاهرات السلمية ويفشل نوعا ما أو ينشغل بها، هؤلاء يذهبون تلقائيا لسرقة المحال وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، وهذا أمر مرفوض، نرفضه كمواطنين أمريكيين ونرفضه الدستور الأمريكي وكل عاقل داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن يجب أن يفرق بين المتظاهر السلمي والمخرب. طيب سيد كاظم الوائلي، يعني من الواضح أنه بعد أسبوع من الاحتجاجات بأن سبب كل ما يحدث ليس مقتل يعني فلويد في هذه الظروف، وإنما إرث يعني يعاني منه الأمريكيون من أصول أفريقية، عدم تكافؤ الفرص، الظلم الذي يمارس بحقهم. لماذا لم ينجح أي رئيس أو لم تنجح الإدارات الأمريكية المتعاقبة في نزع هذا الخطاب العنصري الذي ترسخ في العقلية الأمريكية؟ نعم، هي فكرة المظلومية وعقلية المظلومية لدى الرجل المواطن الأمريكي من أصول أفريقيا، وإن جاء إلى أمريكا كلاجئ بالتسعينيات والعشرينيات والثمانينيات هو نفس الشيء، لديه هذه المظلومية، فكرة المظلومية. احنا نعرف أن الأمريكان من أصول أفريقية هم يتعدون تقريبا 40 مليون نسمة، ولكن الأكثر منهم هم اللاتينيين الذين يتعدون 65 مليون نسمة حسب إحصائية 2018، ويواجهون العنصرية من كلتا الطرفين، من السود والبيض، ويواجهون القتل أيضا والتفاوت الطبقي فيما بين المجتمع اللاتيني والأبيض والأسود، ولكن لا يقومون، لا يردون، لا تكون ردود فعلهم كما ردود فعل المواطنين الأمريكان من أصول سوداء، يعني من أصول أفريقية. نحن نعرف في التاريخ 1967 يعني دمروا أحياء كاملة في ديترويت، وكذلك في لوس أنجلوس 1992، وكذلك بولتمور 2015، سانت لويس ميزوري 2014. يعني ردة الفعل دائما تكون بقتل وسرقة وعنف. سيد عباس، يعني دخول بايدن والديمقراطيين على الخط وكل هذا التراشق الكلامي بين بايدن وترامب، هل تراه يخدم يعني هذه القضية؟ هل تراه بشكل أو بآخر يعطي بعض الحقوق للأمريكيين من أصول أفريقية؟
طيب قبل ان اجيب اسمحي لي ان اجيب على هذا السؤال سريعا واعلق على ما قاله الاستاذ كاظم. اللاتينيون في هذا البلد او ما يعرفون باسم الهسبانيك، هؤلاء لم يكونوا في يوم من الايام عبيدا لدى المواطن الامريكي الابيض. مشكله المواطن الامريكي من اصول افريقيه انه كان يعني عبدا لدى المواطن الامريكي من اصل ابيض ويمارس عليه كل انواع العبوديه. هذه هي المشكله المتواصله التي ما زالت تشكل جرحا غائرا في قلوب هؤلاء. اما فيما يتعلق بالاجابه على سؤال حضرتك استاذ فضيله، طبعا التراشق السياسي الان ومحاولات استغلال الموقف بين الطرفين، يعني ترامب يبدي قوه وتعنتا شديدا في التعامل مع المتظاهرين، في نصف دقيقه يتحدث عن فلويد في خطابه ويبدي تعاطفا، وفي 10 دقائق تاليه يتوعد ويكشر عن انيابه وانياب الجيش الامريكي في التعامل مع المواطنين الامريكيين. في المقابل السيد بايدن يستخدم موقف سياسيا استخدمه بشكل جيد ويقابلك المواطنين المتظاهرين ويلتقط الصور معهم ويبدي تعاطفا معهم شديدا. هذا استغلال سياسي للموقف في كافه الاطراف، لكن موقف الرئيس الامريكي يؤدي الى تأجج الاوضاع ولا يؤدي الى هدوئها. لذلك شهدنا مؤتمر وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر عندما قبل قليل عندما قال يعني انه يدين ما حدث وان الامريكيه لا ترضى بمقتل السيد فلويد. سيد إيهاب عباس اسمح لي فقط سنعود إليك لإصلاح هذا الخلل الفني لأنه نسمعك بصعوبة. دعني فقط أعود إلى السيد كاظم الوائلي. يعني في النهاية بايدن طالب الأمريكيين بانتخاب قيادة حقيقية في انتقاد طبعا واضح للإدارة الأمريكية الحالية. ما المكاسب برأيك التي يمكن أن يعني يأخذها بايدن مما يحدث الآن في هذه السنة الانتخابية؟ أنا لا أعتقد أن هنالك أي مكاسب، بس ولكن أريد أعقب على إيهاب مرة ثانية أنه أنا قلت هنالك عقدة المظلومية، عقدة المظلوم، مظلومية الاستعباد. بايدن لا يستطيع أن يستفاد أي شيء لأن هذه هي قاعدته، القاعدة القاعدة الإيميغرانت المهاجرين وكذلك الأقليات هي القاعدة الحزب الديمقراطي. إذن هو لا يعني لا تزيد أي شيء على قاعدته، ولكن هو هنالك استغلال واستخدام هذه الأمور للأمور السياسية ولزيادة. ولكن يا سيد الوائلي حتى ترامب يستغل الموقف، يعني حديث ترامب عن المادة الثانية من الدستور التي تكفل طبعا امتلاك الأمريكيين للسلاح، ألا تعتقد فيها بأنها رسالة دغدغة للأمريكيين من أصول بيضاء؟ يعني بيضاء، يعني هم معروفون بأنهم هم أيضا يعني عنصريين كما يقول بعض الخبراء. من المؤكد، وحتى رفعه للإنجيل أيضا هو دغدغة المشاعر. إذن المسألة هي هذه لعبة سياسية ولعبة انتخابية. 1992 عندما جورج بوش الأب عندما قال نحن لا نسمح ولا نتجاهل هذه الفوضى، في نفس الوقت سافر بيل كلينتون وعندما كان هو مرشحا ديمقراطيا إلى لوس أنجلوس وجلس مع السود وقال أنا منكم. إذن هنالك دغدغة المشاعر لأن هذه الحملات الانتخابية. ولكن هذه الفترة ليست مثل 1992 لأنه جائحة كورونا والتقييد بالسفر الذي يواجه السيد بايدن لأنه لا يستطيع السفر بسبب هذا المرض وهذه الجائحة، لذلك قللت من فرصته للتواصل مع ناخبيه ومع قاعدته الجماهيريه. انا اعتقد لولا كورونا لكان جو بايدن الان في مينيابوليس ويعطي حديثا، ولكن بالتالي وقف في فيلادلفيا واعطى كلمه كانت يعني بها نوع من الضعف وكانت كلها انتخبوني لاسقاط ترامب. وهي يعني مساله عاديه، هذه كل منتخب يقول هكذا. شكرا لك كاظم الوائلي الباحث السياسي والاستراتيجي من واشنطن. أشكر أيضا إيهاب عباس الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكما.